الحسين في السماء أشهر منه في الأرض، لأننا في الأرض ربما نعرف بعض قدره، أما الملائكة في السماء فيعرفون قدره وقدرته. لكي تتقرب إلى الله لابد أن تتقرب إلى الحسين، ولكي تتقرب إلى الحسين فلا بد أن تتقرب إلى الله. هكذا هي دائرة الحق المغلقة في الكون، وهذا من معاني أحب الله من أحب حسينا. علاقتنا بالحسين لا تنتهي، إنها بدأت من عالم الأشباح والأظلة، وسوف تمتد إلى عالم الآخرة والجنة. فعلاقتنا بالحسين معنا ولدت ومعنا تبقى، وهي معجونة بخلقنا وخلقنا من قبل أن يبرأ الله السماء والأرض ومن عليها. الحق والحقوق والحقيقة عناوين ثلاث رئيسية في نهضة الحسين. فمن أجل الحق قام، ومن أجل الحقوق قاتل، ومن أجل الحقيقة قتل. المواجهة بين الحسين وبين أعدائه كانت مواجهة بين حق صراح وباطل مغلف بالحق، وهذا هو الفارق بين الإيمان والنفاق وبين الحسين وبين أعدائه. الشهادة أصبح الحسين قوة عظمى لا تقهر. لا تجد كيف أن الحسين وهو في قبره يرعب قلوب الطغاة وهم فوق عروشهم.